بلدة الكريستال الروسي تعود صناعة الكريستال فيها إلى منتصف القرن السابع عشر، ورغم أن هذه البلدة حصلت أواخر تسعينيات القرن الماضي على جائزة ميركوري الذهبية الدولية للحفاظ على ملامح فنون المعمار التاريخية، لكن مصنع الكريستال بقي أهم معالمها رغم أزماته التي تسببت في إغلاقه لعدة عوام. أنواع الكريستال الروسية التي كانت تنافس منتجات النمسا وإيطاليا وتشيكيا في الأسواق العالمية يعتبرها المختصون لوحات فنية، منها العادي الشفاف، ومنها الملون بأكثر من 20 لونا، ومنها المشبوك بالذهب والفضة. ويعتبر الكريستال المنحوت والمنقوش من أغلى الأنواع، ويمر إنتاج الكريستال بعدة مراحل. في المرحلة الأولى يتم تجهيز المواد الخام في أفران ذات درجات حرارة عالية، بعد ذلك يقوم الحرفيون بتشكيل الكريستال في أشكال مختلفة. بعد التبريد يتم نقش الرسوم وصقل الكريستال، ثم ينقل إليه حيث يتم تلميعه ومنحه البريق اللازم. جودة الكريستال لا تتأثر بما إذا كان مقطوعا بالماكينة أو بيد حرفيين ماهرين، وأهم ما يميزه درجة صفاء عالية وبريقا لألوانه المختلفة، إلى جانب رنته المميزة الواضحة، إضافة إلى نعومة سطحه وانبعاث الأنوار المشعة منه عند تعرضه للضوء. ولا تزال مصانع الكريستال الروسية تعتمد على مهارة صناع الكريستال والنفخ في إنتاج الأشكال الفنية المختلفة. عاد المصنع للعمل منذ عام تقريبا بعد تحديث أدواته، وبدأنا بطرح إنتاجنا في الأسواق. المستوى المتميز لمنتجاتنا يمكننا من العودة بقوة للأسواق المحلية والعالمية كما كنا في السابق. ولا يقتصر إنتاج مصانع الكريستال الروسية على الأواني والكؤوس فقط، وإنما يضم أيضا أعمالا فنية ابتكرها فنانون متخصصون. المنتجون الروس يعتبرون محاولة إحياء صناعة الكريستال في روسيا واستعادة مواقعه ورواجه في الأسواق العالمية مهمة وطنية، لأنه جزء من منظومة فنية تتحاور مع مفردات الحياة. وبالرغم من الأزمات الخانقة التي واجهتها صناعة الكريستال الروسي في التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، لكنها تجاوزت هذه المرحلة وتحاول استعادة مواقعها ليس فقط في الأسواق الروسية، وإنما أيضا في الأسواق العالمية. مازن عباس، العربية، من بلدة البجع الكريستالية، إقليم فلاديمير، روسيا الاتحادية.